غادرت أكثر من 90 عائلة سورية من عوائل تنظيم داعش الإرهابي مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا إلى مدينة الرقة. تستمر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في سعيها الدؤوب لوضع حد لملف عناصر داعش المحتجزين لديها وعوائلهم المتواجدين في المخيمات، ولم تدخر جهدا بالتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية لتسليم رعايا داعش لدولهم، بالإضافة إلى التنسيق مع عشائر الشمال السوري بهذا الخصوص. وفي هذا الشأن غادرت أكثر من 90 عائلة من عوائل داعش مخيم الهول إلى مدينة الرقة. وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين بالإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا الشيخ موسى أحمد في تصريحات لليوم إن 92 عائلة من عوائل داعش غادرت المخيم باتجاه الرقة، مضيفا إن عملية المغادرة تمت بالتنسيق بين الإدارة الذاتية ومجلس الأعيان. وتعتبر هذه الدفعة هي الثانية للقاطنين السوريين الذين يخرجون من مخيم الهول خلال العام 2023، بعدما أعادت الإدارة الذاتية دفعة من القاطنين المنحدرين من مدينة منبج في نهاية العام الجاري وضمت أكثر من 60 عائلة. وفي 29 من آب أغسطس المنصرم سلمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 64 طفلاً و30 امرأة ممن يحملون جنسية دولة قرقيزستان من عوائل تنظيم داعش من مخيمي الروج والهول بريف الحسكة لوفد من قرقيزستان وفق وثيقة رسمية وقعت بين الجانبين. وهناك دعوات كثيرة أطلقها مسؤولون عراقيون لإعادة رعاياهم وإغلاق مخيم الهول الذي يوصف بالقنبلة الموقوتة، لكن حتى الآن لم تتخذ خطوات جدية بهذا الشأن. وما تزال الكثير من الدول تتردد في استعادة مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى داعش في سوريا، فيما ترفض دول الخوض في هذه القضية، لكن الإدارة الذاتية وجهات دولية دعت مراراً جميع الدول لاستعادة مواطنيها وإيجاد حل نهائي لملف عوائل داعش في مخيمات شمال وشرق سوريا. تنضم إلينا من شمال شرق سوريا جيهان حنان الرئاسة المشتركة لمخيم الهول. أهلا بك أستاذة جيهان. نتحدث عن إخراج دفعة من العوائل السورية من أسر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول و يعني مغادرتهم إلى مدينة الرقة من حيث ينحدرون. ما هي تفاصيل هذه العملية لو وضحت لنا؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين قناة اليوم. أهلا بك. هلا طبعا كان واضح للجميع امبارح كان في عنا رحلة مغادرة لمدينة رقة، هي 92 عائلة 360 شخص تم نقلهم إلى مدينة الرقة. طبعا هي كانت نحن سلمنا القاطنين بالمخيم الى مجلس الرقه المدني ومجلس العيان. طبعا هي كانت مغادره من الاداره الذاتيه، يتم تخريج جميع سكان يعني من مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا بعد ما عم ناخذ الاجراءات اللي هي لازم تتاخذ، سواء كان اجراءات امنيه او اجراءات تاكيد من ثبوتيات وبيانات هذول الاشخاص. طيب هذه الدفعة هي الثانية خلال هذا العام على ما أعتقد، كان هناك دفع أيضا لعوائل من منبج. صحيح، قبل شهرين كان في عنا خروج لدفعة لمدينة منبج، كان شيء 60 عائلة. من بعد نحن اشتغلنا على رحلة رقة، هي مغادرة لمدينة الرقة، مثل ما حكيت 92 عائلة كانوا. نحن ما عندنا نيه انه نخلي سكان السوريين اللي هن من مناطق شمال شرق سوريا بمخيم الهول، ولكن كمان انتم تعرفوا خلفيات هدول الناس، هن اجوا بعد باغوس، كمان هن بيفقدوا لثبوتيات شخصيه. نحن كثير عم نتعذب حتى عم نتاكد من ثبوتياتهم، هل هن يا ترى فعلا هن سكان رقم مثل ما عم يدعوا ولا لا، لان اغلبيتهم ما معهم وثائق تثبت شخصيتهم. ولكن هدول الدفعه اللي طلعت نحن قدر الامكان كان في عنا اثبات يدل على انهم من سكان رقه، وكمان نحن سلمناه لمجلس رقه المدني ومجلس العيان ليتم لاحقا التاكيد من قبل اقاربهم اللي موجودين بالرقه انهم يتاكدوا منهم.
طيب هنا نسأل عن مدى ضمانات الأمنية لهذه العائلات، نتحدث عن عائلات تنظيم داعش الإرهابي، يعني من يضمن أن لا يكونوا هؤلاء ما زالوا يحملون نفس الفكر وهم يعودون إلى مناطق هي آمنة ومستقرة؟ هلا نحن طلبنا من عدة منظمات تشتغل بمجال العمل الإنساني أنه يتابعوا مع هدول العوائل أنشطة وبرامج تتعلق بدعم النفسي بإعادة تأهيل، كمان نحن طلبنا منهم أنه يدعموهم اقتصاديا ونفسيا، طبعا بالإضافة رح بيكونوا هن تحت إشراف مجلس العيان ومجلس الرقة المدني، رح يتابعوا أمور هدول العوائل. كان هناك خلال السنوات مضت أيضا خروج دفعات من عائلات تنظيم داعش الإرهابي وهم عائلات سورية، هل تهدفون يعني إلى إفراغ المخيم من العائلات السورية وكمرحلة ربما تكون أولى ومن بعدها عائلات أخرى لدول إقليمية أو دول غربية؟ أستاذي العزيز، السوريين اللي هنا من مناطق شمال شرق سوريا الإدارة الذاتية هي عم تتكفل فيهم بعد خروجهم، كمان بما يعني أنه دعم النفسي أو إعادة تأهيل أو الوضع الاقتصادي عن طريق الإدارة الذاتية والمنظمات العاملة بالمخيم. أما باقي الجنسيات سواء كانت السورية اللي هن بمناطق النظام أو العراقيين أو الجنسيات الثانية، ما في حدا عم يكفلهم أو عم يقدم لنا ضمانات دولية حتى نخرج هدول العوائل. طيب لو سألنا عن هل تتوفر لديكم يعني أعداد ومعلومات حول الأعداد العائلات السورية التي ممكن أن تخرج إلى مناطق شمال شرق سوريا؟ عدد العائلات يعني المتبقية. ممكن أنا أعطيك عدد بما يقارب عنا 400 عائلة هي من سكان شمال شرق سوريا. طبعا مثل ما قلت لك نحن في عنا إجراءات قبل خروج هدول العوائل اللي هي أنه لازم يكون عندهم إثبات يثبت أنه هن فعلا من سكان مناطق شمال شرق سوريا لحتى على أساسها يتم مغادرتهم، ويكون في حدا كمان خارج المخيم يكفلهم ويتم إثبات أنه هو له قرايب من الدرجة الأولى، وفي حدا يقدر يكفله برا، لانه هن بالنهايه هن كانوا من عوائل التنظيم وهن كانوا بباغوث وامنياتهم يعني خلفياتهم هي امنيه. بالنسبه للجنسيات الاجنبيه يبدو ان العراق هي التي تقود او هي يعني الابرز في استعاده مواطنيها ورعاياها من عوائل تنظيم داعش، هناك عده دفعات ومئات العوائل التي خرجت. هلا طبعا نسبة العراقيين بالمخيم هي أكبر نسبة موجودة بالمخيم، نحن عندنا ما يقارب 23,000 لاجئ عراقي، أما إذا بدك تقارن العدد الموجود بالمخيم بالعدد اللي عم يطلع هو كتير عدد قليل، يعني هي العدد المغادرين العراقيين خجولة، يعني نحن من 2023 كان عندنا 4 رحلات مغادرة للعراقيين ما يقارب 2000-2500 شخص مو زيادة يعني، وحاليا في الوقت الحالي ما عندنا اي مغادره. تحدثت العراق الحكومه العراقيه تحدثت عن هدف استراتيجي وهو افراغ وتفكيك مخيم الهول، يعني هل بمجرد خروج العائلات العراقيه والعائلات السوريه هل ممكن يعني ان يتفكك هذا المخيم؟ هل من توقعات او جدول زمني لانهاء وتفكيك هذا المخيم؟ هل نتحدث عن سنوات؟ لا أستاذي العزيز، ما في حدا ممكن يقدر يحط مدة زمنية إنه لتفكيك مخيم الهول، لأنه المخيم بالنهاية اللاجئ أو النازح اللي داخل المخيم بتعود لرغبته بالخروج، إذا ما كان عنده رغبة ما رح يطلع، ممكن يكون أكثر القاطنين بالمخيم ما عندهم رغبة للخروج لدولهم، يمكن هن مطلوبين عندهم مشاكل عشائرية ببلدهم فهن ما عندهم رغبة بالخروج، فما ممكن أنا أقول لك ممكن المخيم يتفكك بسنة سنتين ثلاثة، فهذا الأمر هو مجهول، ولكن برأيي الشخصي المخيم باقي لثلاث أربع سنوات. طيب لو سألنا عن المجتمع الدولي، يعني الدول التي لها رعاية أو عوائل داخل مخيم الهول، لماذا هذا البطء في استعادة رعاياهم؟ كيف يعني ما هي النقاشات والحوارات التي تدور بين إدارة المخيم وبين الدول التي لها رعاية في المخيم؟ هلا انا بظن الاداره الذاتيه هي منفتحه على الحوار بهالخصوص، اي دوله تجي تقول بدي رعاياي او بدها تجي على المخيم تشوف رعاياها، نحن جدا متعاونين، ما يعني ما عم نوقف بسد بوجه حدا، فنحن جدا متعاونين بهالخصوص، ولكن في بعض الدول ما عم تسال، فهي هي يمكن مو حابه ترجع
هدول الناس باعتبار انه هن كانوا مع التنظيم الدولي في فكر متطرف، فهن عندهم حساباتهم، ففي دول لسه الى الان ما سالت عن رعايتها. أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا جيهان حنان الرئاسة المشتركة لمخيم الهول على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود، ابقوا معنا.